كتابة ألف. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 847700 موبايل 640660 زين 746262. بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بكل الخير. يوم جديد يتجدد تواصلي فيه معاكم من خلال كتابة ألف على مدى ساعة كاملة رح نقضيها بمشيئة الله تعالى بمناقشة المواضيع الطبية وأيضا الاجتماعية النفسية والأسرية، ورح يكون أيضا معنا التربوية. مثل ما تعودنا كل يوم رح يكون معنا موضوع جديد وموضوع مميز، فموضوعنا لليوم رح يكون عن الصحة في الصيف. حول موضوع اليوم رح يكون ضيفي معايا اليوم بالاستديو الدكتورة رويدة إدريس الحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة الغذائية من عيادة الدكتور إدريس، وأيضا الدكتور محمد إدريس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. صباح الخير، صباحكم الله بالخير دكتورة رويدة ودكتور محمد، وهلا بكم من جديد بطبابة ألف. صباح النور، أهلا وبمستمعين ألف ألف أفهم. طيب احنا اليوم الحين بدينا تقريبا خلاص كله بكره ان شاء الله طلباتنا كلهم يخلصون اختباراتهم، راح نبدا الصيف. يمكن في ناس كثير يعني اوريدي سافروا رحلات كثيره، دخلنا على الاجواء الصيفيه زي ما يقولون الاجازه الصيفيه. لكن دكتوره رويدة ودكتور محمد، اجازه الصيف والرحلات منهم اكثر الاشخاص اللي بيكونون معرضين للتسمم خاصة مع الأجواء الحر والرطوبة اللي بتصير عندنا، يعني درجات عالية ممكن توصل إلى 50 درجة. يعني بصفة عامة الصيف لوحده يعرض حتى الناس العاديين للإصابة بالتسمم، يعني كثير من الأمراض منتشرة في الصيف أكثر من أي وقت تاني. موسم الصيف بحد ذاته مسبب لكثير من الأمراض. ما في أحد نقدر نقول هو شخص معرض عن شخص أكثر، في أسباب كثير ممكن تأثر على هذا الشيء. طبيعة الأكل، التغذية، الصحة العامة للشخص، إيش هو كإيش متعود دائما، هل في أمراض بتجيله باستمرار في فصل الصيف غير عن فصول الثانية، كل عوامل ممكن تأثر. طبعا أكثر شيء اللي نحن بنركز عليهم في خلال هذا هم الكبار في السن والأطفال والحوامل. نعم. طب طريقة حفظ الأغذية دكتورة رويدة ممكن بعد تسرع في عملية التسمم الأغذية؟ أمين، أنت عارف البكتيريا والجراثيم بتنمو على درجة حرارة 36-37، فتخيل أنت بتقولي درجة الحرارة بتوصل ل 50، فيعني أكيد بتكون منتشرة بشكل فظيع، يعني في الأغذية، في المشروبات، كثير من الأشياء اللي بنكتر تناولها بكتر تناولها بالصيف بحكم أنه عارفة أن النوم متأخر، الصحيان متأخر، صحيح. يكونوا يبغوا يأكلوا أي حاجة سريعة، فما بياخدوا بياخدوا الوقت عشان ينتقوا الشيء اللي يكون كويس أو مفيد أو المكان اللي ينتقوا منه الأكل. نعم. طيب ليش إحنا ساعات يعني بناكل أكلة معينة بنلاقي مثلا، يعني حتى لو بالبيت الواحد مثلا بناكل، مثلا بنطلب بيتزا أو بناكل أي شغلة، واحد في البيت مثلا هو اللي بيتسمم البقية لا؟ هذا زي ما قلت لك يفرق من شخص لشخص حسب طبيعة المناعة، الشخص مناعته، طبيعة مناعة الشخص. يعني ممكن يكون واحد قبلها أخذ كمية كافية من فيتامينات من كده، فعنده مثلا مستوى المناعة في ديك اللحظة أعلى من الشخص الثاني. ممكن يكون العكس، انه يكون والله انه له يومين حاجه ما اكل حاجه وجات وين كانت انه ما هي التسمم فيها ولا يعني الكواليتي حقها شويه اقل، بس ما يسبب التسمم، لكن لانه مناعته في ديك اللحظه كانت نازله عملت له مشاكل. واعتقد دكتور كمان ممكن انه بتختلف بوقت ظهور الاعراض، يعني ممكن انا افكر اني ما اصبت واختي تكون اصيبت، يعني جاها من بدري اعراض التسمم، وعلى الليل ألاقي أنا جاتني نفس الأعراض. بالضبط. صحيح. صحيح. هذا يفرق ممكن تتأخر من مقاومة الشخص. يعني في شخص ممكن صح. يعني بعدين حسب الكمية ممكن تتأكل غير أختك. يعني أختك ما شاء الله أكلت نص البيتزا لا. صح. فهذا يفرق، يعني حسب كمية التسمم اللي داخل، حسب طبيعتها هي، حسب مقاومة جسمها للأمراض اللي عندها، فهذا يفرق. طب هل في بعض البكتيريا اللي بتجيني من التسمم ممكن أنها تكون معدية؟ يعني عشان كده أنا ممكن أكون نعدت من أختي، أنه
يعني العدوى احدى الاشياء الاساسيه في التسممات وفي الامراض يعني البكتيريه تكون معدية. يعني حتى لو يعني انا ما اكلت من الاكل انت اكلتي منه وتسممتي. طبعا علشان كده مره مهم لما يكون في شخص عنده تسمم في البيت انه نراعي النظافه الشخصيه مره كثير. هذه معلومه اول مره صراحه يعني لما احد لان البكتيريا بتنتقل بالايادي يعني صحيح. من الاظافر وهذا للأسف إحنا حاجة يعني لاحظ الفترة اللي فاتت في الرياض يمكن سمعتي عن حالات التسمم الكثيرة اللي حصلت بسبب ومن مطاعم مبهرة يعني أساميها حنتكلم إحنا جايين بالله فيعني حنتكلم عنها زي ما قلتي. فإحنا النظافة الشخصية مرة مهمة حتى لأهل البيت لما يعني الله يكرمك لما يدخل الحمام الشخص نعلمه كيف يغسل يده تحت الأظافر بين الأصابيع يعني طريقة الأم مفروض تأخذ وقتها بأن تعلم أبنائها في طريقة غسيل اليد لأنه بيحطوا يدهم تحت الموية وخلاص كده بيعملوا وبيخرجوا الطفل ما هو عارف ممكن يكون مسك شيء من الغذاء وبسرعة البكتيريا بتنمو بسرعة فظيعة يعني. عشان كده بتصير بتحدث العدوى تنتقل لشخص آخر. طيب دكتور محمد حابة أسألك يعني شو الأعراض اللي بتكون مصاحبة للتسمم لأن الساعات يعني تجينا أعراض إحنا ما بندري هي تسمم فعلا أو مغص يعني عارض يعني صابني شلون أنا حفرق؟ شوفي بالنسبة للتسمم أكتر واحد يقدر أقول لك أنا عندي تسمم هو المريض نفسه لأنه حيلقى فجأة أنه بعد أكلة معينة بعد حاجة معينة يحس أنه والله هذا ما هي طبيعة جسمي أنه بعد الأكل يصير فيه. طب أنا ممكن أشك أني أنا مش متسممة ممكن أشك أني مو متسممة يعني أنا متأكد أن الأكل اللي أكلته كويس زين بس يعني. هتكوني شاكة أنه هذا الأكل هو السبب ممكن ايوه بالضبط ممكن. لانه انت يعني اعرف واحد بنفسه هو المريض نفسه صحيح. لكن احنا كاطباء في عندنا اعراض معينه لما نشوفها نقول والله هذا ممكن يكون تسمم ومع بعدين بالتاريخ المرضي وكذا يبان عندنا من هذه الاعراض ممكن يكون عنده التعرق الزايد طبعا حتبدا اول شيء مغص في البطن اذا كان تسمم من الاكل حيكون مغص في البطن حيبدا عنده اسهال وانتم الكرامه استفراغ حيحس بجفاف جفاف الفم جفاف عام كده يحس نفسه يبغى مويه عطشان يبغى كده طبعا هذا سبب الاستفراغ والاسهال هذا كله بتنقص السوائل في الجسم بعد كده حتبدا عنده التعرق والالام تزداد وكده لين يروح مثلا مستشفى وياخذ علاج او ياخذ حاجه يحس مثلا بارتفاع درجه الحراره بروده هذه بعد كده لانه انت عارفه انه بياثر حتى بيبدا ياثر على الاعصاب التسمم بيبدا يتلف الاعصاب اذا ما يعني بسرعه الواحد عمل إسعافات أولية أو أنه تفادى وراح المستشفى لازم يروح المستشفى نعم. لأنه في بعض أنواع التسمم يعني خطيرة جدا قد تؤدي إلى الشلل أو إلى الوفاة الشلل طبعا فلازم أنه الواحد على طول يروح على الطوارئ وما يهمل المواضيع هذه نعم. طب شين الإسعافات الأولية دكتور محمد؟ شوف بالنسبة للتسمم أهم حاجة عندنا لأنه بيكون بيعانوا من حالتين رئيسية اللي هي الاستفراغ زي ما قلت والإسهال. أهم شيء عندنا في البيت أنه نعمل اللي هو فلويد ريبليسمنت نبعدهم عن منطقة الجفاف اللي يدخلوا فيها لأن الجفاف مرة خطير في هذا خاصة في الصيف لأن الواحد مغير شيء ارتفاع درجة الحرارة بالأطفال بالذات خاصة ارتفاع درجة الحرارة نفسه يؤدي للجفاف فما بالك ارتفاع درجة الحرارة والتسمم والأشياء هذه والاستفراغ اللي عنده والإسهال فنبدأ أول شيء على نعوض السوائل اللي فقدها إذا كان في حرارة حنعطي له خافض للحرارة إذا كان والله مشتبهين بالتهابات أو أي حاجة حنبدأ له المضادات الحيوية والأشياء هذه إلى أن يوصل المستشفى في المستشفى عاد نعطي له العلاج المناسب اللي يناسب حالته بعد التحاليل والأشياء هذه نعم. طب الأعراض بتكون المصاحبة للشخص الكبير هو هي نفسها للشخص بس إذا كان طفل أعراض التسمم تقريبا نفسها نفس ما تختلف إيه لكن الفرق انه الطفل ما يعرف يقول لك انا عندي تسمم او انه انا اشتكي من كذا الشخص البالغ يقول لك والله انا اكلت كذا الساعه كذا وبعدها بساعه صار لي كذا وبدات كذا لكن الطفل اهم شيء اننا ما نهمل شكوى ايا كانت ناخذ الاشياء على محمل الجد لانه مسكين ما يعرف يقول لك انا ايش عندي خاصه كل ما قل الطفل في العمر كل ما كان لازم ننتبه له اكثر فونس انه بدا والله نشاطه يقل بدا ياخذ زاويه في الكورنر في الغرفه ويتالم في بطنه او بدا كذا يتعرق ومو عارف يعني نقول انه في شيء غلط انه ممكن كل اكل. طيب دكتوره رويده
أبي يعني نعرف شنو أكثر يعني الأغذية أو الأطعمة اللي المفروض إحنا نبتعد عنها في فترة الصيف، أو تكون مثلا خلينا نقول سريعة الفساد، وبالذات بالتحديد الأشخاص اللي بيسافرون طبعا عبر طريق البر، يعني حتى أغذية المفروض إن ما تأخذونها معاكم لأن بتكونوا مسافرين بسيارة، ممكن الأغذية هذه تكون سريعة الفساد خلال فترة السفر. يعني خاصة تعرفين يعني ما شاء الله يعني أهل الرياض ممكن يجون على جدة يطلعون على المنطقة الشرقية والعكس، يعني بياخذون من 7 إلى 10 ساعات ممكن سفر بالسيارة، وخصوصا أنه قد يضطر والد يعني السائق أنه يطفي التكييف علشان لا تحمى السيارة بالذات في الظهرية. صحيح. يعني فمرة مهم أول شيء أنه الأكل اللي يكون أخذينه في السيارة يكون محطوط في حافظة خاصة لحفظ الحرارة اللي هي درجة حرارة البرودة، بحيث أنه ما يعني تؤدي إلى سرعة فساد الغذاء اللي إحنا أخذينه معنا. طبعا نبعد عن أي كريمات وأي صلصات في أكلنا. يمكن سمعتي عن حالات التسمم يعني في المايونيز اللي موجود في في الشاورما وفي البرجر، يعني بتصير حالات تسمم مرة كثيرة في الموضوع لأنه سريع الفساد بسبب وجود داخله يعني من ضمن المكونات بيض غير مطهي طبعا بيكون محطوط صحيح. فيه. فهذا مهم أنه نبعد عن أي صلصات أو كريمات، لأنه بشكل عام الأجبان، الألبان، اللحوم المدخنة، البيض، هذه كلها طبعا يعني سريعة الفساد والتسمم بالسلمونيلا من التسممات الخطيرة جدا. وبيبدأ يبان أعراضها من خلال يعني 3 إلى 6 ساعات، فلا وأنت في السيارة وفي رحلة طويلة فما فيش مجال، عشان كده مرة مهم أنه نتأكد قبل لا يسافروا الرحلات أنه معاهم الفيرست كيت أو حقيبة الإسعافات الأولية. حلو. ويتأكدوا من مدة صلاحية الأشياء إن كانت من السنة الماضية، يتأكدوا إيش الأدوية اللي ناقصة، ويروحوا عند طبيب أسرة أو طبيب عام ويشوفوا إيش جميع الحالات اللي ممكن يتعرضوا لها علشان ياخدوا وصفات الأدوية، وأيضا تكون محطوطة ومحفوظة لأنه الأدوية مكتوب درجة حرارة معينة لحفظها، فمهم إنهم يحفظوها في درجة الحرارة المناسبة. نعم. فعلشان كده نحاول إنه نبعد عن اللحوم في يعني ممكن نأخذ خيار، ممكن نأخذ جزر، ممكن نأخذ تفاح، حتى الفواكه نبعد عن الفواكه سريعة الفساد. زي الطماطم طبعا. الطماطم من الفواكه ما هو من الخضروات، والبطيخ من الخضروات ما هو من الفواكه، يعني شوية خربطات كده حاصلة. احنا هذا اللي يعني بنعرف ان الطماط لا خضار والبطيخ فاكهة. صحيح. هو العكس يعني. لكن احنا بنستخدم البطيخ فاكهة لكنه سريع الفساد وبتبان ريحته، يعني الحمد لله في اشياء بتبان ريحتها، في أشياء ممكن نأكلها وتكون محطوط معها خلطات زي البصل والثوم والأشياء تغطي على ريحة الخراب، لكن مجرد تشوفين زي ما بدأت التبولة والأشياء هذه ممكن بسرعة أنها تخرب. عصير الفراولة، الفراولة من الأشياء الطازجة بالذات سريعة الفساد. والموز، عصير الموز، هي العصيرات، أي عصيرات فيها حليب طبعا نحاول أنه ما نأخذها. خلينا في السفر نأخذ العصيرات المحفوظة اللي هي تكون طبعا مش اللي موية وسكر، لا اللي مكتوب عليها طبيعية قدر الإمكان، نحاول إنه نأخذها ما نأخذ أشياء طازجة كعصيرات لأنها سريعة الفساد. نعم. طب هذا في السفر في البيت؟ في البيت طبعا يفضل إنه طازج، ويفضل إنه يحفظ بطريقة صحيحة. وعندي يعني صرخة، بما إنه إحنا مصرين على إننا نحط في بيتنا عاملات غير قانونيات، فيا ريت يعني إنه نحافظ على صحة أبنائنا، لأنه أنت هذه العاملة الغير قانونية صعب أنك تروحي تعملي لها تحاليل. نعم. وهي ممكن تكون حاملة يعني بالضبط، وصعب أنك تروحي تعملي لها تحاليل لأنه هي أصلا غير قانونية، فما فيش ولا أي مستوصف حيقبل أنه يعمل لها التحاليل الصحية. فعلشان كده لو يعني لازم تعمل المستحيل أنك تتجنبي أنها تنقل عدوى لأبنائها، حتى يعني لازم تتصرف. نعم. طيب قبل ما يعني أروح على حكاية المطاعم، إحنا في شغلة يعني ما تكلمنا عنها، الحوامل، سيدات الحوامل إذا تعرضوا للتسمم هل بتكون عملية يعني إسعافهم أو أخذ الحيطة والحذر، مو أخذ الحيطة والحذر، لا إسعافهم في البيت، بتكون مثل الدكتور محمد مثلا الشخص العادي؟
مبدئيا ايوه، لكن الحوامل نخاف عليهم اكثر، لانه لما نتعامل مع يعني مع سيده حامل، لما نتعامل مع سيده حامل ومعها طفل جنين صحيح، فاصلا الحامل بحد ذاته ممكن انه يكون يعني وضع ينزل المناعه خلال فتره الحمل، تكون مناعه السيده اقل من وضعها العادي. فنحاول قدر الامكان انه النظافه باستمرار، الاشياء الطازجه، حتى كثير من الادويه بنمنعها وقت الحمل بعد الحمل، او بنغيرها لدواء ما يضر البيبي مثلا. الأطعمة قد ما نقدر نحاول أن تكون كاملة متكاملة، يعني إحنا لما نقول للسيدة الحامل أنه لازم تهتم بأكلك، هي تفهم غلط تروح تأكل كثير. لا، لما نقول تهتم بأكلك تأكل أكل حقها الطبيعي، لكن تنوع في الأكل، تأخذ اللي تبغاه. يعني كثير من السيدات عندنا في المستشفى بنعطيهم ملتي فيتامين ستابلت بياخدوها وكذا، فبدل يعني ممكن نستعيد عن هذه الأشياء الكيميائية والأدوية والأشياء هذه، نعطيهم الأكل الصحي المناسب الغني بالفيتامينات اللي هم يحتاجوها، اللي يرفع مناعتهم تكون نازلة في هذه الفترة، وإن شاء الله إنه ما يصيبهم مكروه. وأنا كنت أبغى أضيف حاجة في موضوع التخزين، يهمنا كمان في التخزين والأشياء هذه، زي ما تخزين الأطعمة تخزين الأدوية، تخزين الأدوية زي ما دكتورة رويدة قالت، في أدوية كثير تحفظ في مكان بارد. والله دكتور محمد أقل كثير، يعني أنا بشوف يعني مثلا في الحمام للأسف، في المطبخ أو في درج المطبخ بالضبط. يعني في أكثر أماكن حارة ما فيها غلط حتى في درج المطبخ طبعا، لأنه المكان اللي ما فيها تكييف حط الأدوية كلها في درج المطبخ، حتى في الحمام بيحطوها غالبا وراء المراية، المراية بيكون عليها إضاءة، مسلط عليها إضاءة، الحمامات ما فيها تكييف ورطوبة، يعني بتكون جدا يعني أنا مرة من المرات يعني أحد المرضى بقول له إيش الأدوية اللي بتاخذها، فأعطاني الدواء، شفت الدواء حار، بيقول لي والله كان في السيارة على الطبلون، فدرجة الحرارة العالية تؤدي إلى فساد الأدوية وعدم يعني ممكن يصير تسمم، ممكن يصير تسمم، بس الأخطر من كده تلاقيه هو بياخد الدواء بانتظام، بس الدواء خرب ما بيستفيد منه، ما حيستفيد منه يعني الدواء خلاص راحت فعاليته، لأنه والله حطوا درجة حرارة، هو اعتقاده أنه أنا بأخذ الدواء في وقته ملتزم وبس ما بتعالج مع المرض. ليش؟ لأنه الدواء أصلا أنت بطريقة تخزينك الخاطئة ما حتستفيد من المرض. نعم طيب، تقريبا الوقت بدأ يداهمنا، خلينا نتكلم عن المطاعم. أنا شلون أعرف دكتورة رويدة أن المطعم هذا يعني مناسب أني وبكل ثقة أني أدخل وأكل فيه وما في أي مشاكل؟ هل في معايير مقاييس معينة؟ أنا ممكن أدخل صراحة مطعم يعني بحس أنه 5 ستار في أي بي، بس ممكن يحدث فيه تسمم وصارت يعني، لا ممكن ما يكون في ترخيص أصلا وزارة الصحة والمطعم هذا ما حد داري أنه المطعم موجود، وللأسف في كثير مطاعم كده بسبب صعوبة أو طول فترة الحصول على التصاريح بيخلي أصحاب الأعمال يهملوا موضوع التصاريح، ولما بيصير إهمال لموضوع التصاريح أيضا بتلاقيهم جابوا العمالة الوافدة الغير قانونية الغير يعني حاملة لشهادات صحة، هذه كمان إحدى الأشياء. يعني أنا أشوف قبل لا أطلب بطاقة لائحة الطعام إنه أطالع في المطعم أشوف، لأنه مفروض تكون متصورة ومحطوطة برا زي ما بيحطوا يعني الموظف الشهر المثالي والأشياء هذه، تكون محطوطة التصريح وزارة الصحة، تصريح الدفاع المدني، التصاريح المطلوبة لفتح مطعم صحي سليم صحي. إحنا ما عمال نقول صحي يعني أكل صحي وسلطات وأشياء زي كده، لا أنا عمال أقول صحي من حيث الصحة مش القيمة الغذائية. نعم. هذا بيكون صحيا. فيه مراقبة من وزارة الصحة بالضبط يعني. مراقبة من وزارة الصحة، لأنه إحنا إذا ما ساعدنا وزارة الصحة يد لوحدها ما تصفق. فإحنا إذا شجعنا وجود المطاعم زي ما إحنا مشجعين وجود أرجع تاني العاملات الوافدات، وبعد كده نشتكي من أمراض ونشتكي من أمراض صحية ونفسية ويعني مشاكل لها أول ما لها آخر، نحن المتسببين الأوائل في حصوح يعني حدوثها. بعدين مهم جدا أنه يكون كل اللي عاملين في المطعم معمول لهم الفحص الطبي والأشياء، يعني ما أخذ تصريح هو مطعم هو يعني اللي بيجي ما بيكون عارف، يعني مو معقول أنه رح يسأل. يعني أعرف دكتور رويدة بيقول أنتوا عاملين لهم فحص أو مخبين؟ لا يعني أنا بأتكلم على أصحاب المنشآت، يعني مثلا صاحب المطعم لما يجي يبغى يسوي مطعم ما يجي يوظف مثلا 120 عامل ومنهم 5-6 اللي عاملين لهم طبعا بالضبط هذه الأمانة. أنت عارفة أمس واحدة صاحبتي بتكلمني في الليل بتقول لي حطيت أشرب شاي وطلع فيه يعني فتحت مدري إيش اللي خلاها تفتح الكيس، تقول لي طلعت شعرة تقريبا طولها 4-5 إنش في الشاي، حتى صورت لي الشعر. قلت
الا ايش اللي خلاك؟ وشركه ما هي شركه يعني سعوديه ولا اي يعني شركه عالميه. فقالت لي ايش اسوي اشتكي لهم؟ قلت لها اصلا تشتكي حتشتكي لمين؟ يعني هذه شركه اولا انها بريطانيه، ثانيا انه حيجيبوا لك شويه محامين، حتطلع انت اللي غلطانه على الشاي مو الشاي اللي غلطانه. بس انا اشوف حتى المفروض ما تسكت بصراحه. حتشتكي لمين؟ لا ترجع اصلا مين اللي حتفكر يعني؟ حتى وزاره الصحه لو حللت تفتح الشاي يعني. ماني فاهمه ايش هي حست انه تقول انه لقيت في شيء طالع من الكيس لما حطته. يعني لما جات تحط الكيس حست انه في شيء كده، انه منظر الكيس ما عجبها، فراحت فتحت الكيس ولقيت الشعره هذه وراحت مصوره لي هي، وفعلا يعني شعره وشعره سميكه كده فقاعده عملت. طب ايش اسوي؟ طيب يعني انت الحين في نظري للشغله، يعني مثلا لو اكلنا ساندويتش او اكلنا شربنا شغله ولقينا فيها مثلا حشره مره مضره، شو المفروض يعني؟ هل اسكت يا امينه لا المفروض اني اشرب عصير ليمون؟ انت عارفه انه هذا الشيء حصل معايا، فاكره لما طلع لي موس في الاكل وريتكم صورته؟ موس كامل، يعني موس كامل طلع لي في وسط ساندويتش في وسط الدجاج، محطوطه في مطعم له اسم بيسبب الاشياء هذه، بتسبب تسمم. طب انت تخيلي لو هذا الموس ملوث بالايدز، يعني سبق استخدامه ملوث بمرض الايدز او ملوث باي مرض، هذا شكله كان يسوي لك الساندويتش؟ لا يعني انت عارفه والله يعني انا للان انا حتى حط صوره الموس عندي على الفيسبوك. وايش سويت؟ انا ما سكت، وبرغم انه اصحاب المطعم يعني عرضوا علي مبلغ مادي كبير مقابل سكوتي، لكن انا قلت لا، ورحت اشتكيت للبلديه وللاسف ولا شيء حصل. انا عطوا مخالفه ماديه وما زال المطعم شغال، وما زال طبعا انا ما عدت عتبت ولا اي ولا اشرب قهوه. طيب بس يعني دكتوره رويده، دكتور محمد، لو يعني اي شخص معرض انه تصير له الحاله هذه، هل مثلا المفروض في شغله معينه يشربها او ده؟ انا رحت جبت على طول انتي بيوتيك لانه جرحت في فمي لما دخل الموز، انه دخل الموز جوات فمي وجرح لي اللثه وجرح لي شفايفي، فعلى طول رحت جبت انتي بيوتيك. طبعا اتمضمضت على طول، غير انه كان حجيني سكتة قلبية صراحة. اتمضمضت وجبت الانتي بيوتيك اللي بالفرشة اللي ينحط على مكان الجروح في الفم، وطبعا رحت سويت تحاليل وشفت يعني بعد فترة. لكن صراحة لازم يكون في إجراءات صارمة أكثر على الأشياء هذه. دكتور محمد، هل في فاكسيم أو تطعيمات ضد التسمم عندنا ولا ما في؟ ضد التسمم لا، نحن التطعيمات اللي موجودة عادة حسب يعني ضد الأشياء المنتشرة، ضد الفيروسات الشائعة الأشياء اللي ممكن تصيب الأطفال، وهذه لها أعمار معينة تتاخذ الفاكسينات التطعيمات. طبعا على كل واحدة لازم تحرص انه ولدها ما يخش المدرسة اللي هو مخلص التطعيمات اللي تتاخد من اول ما تولد الى سن المدرسة، وطبعا تكون تحافظ على نظافة الاشياء اللي بيأكلها، نظافة المطاعم اللي بيروحوها، بالطرق اللي قلناها انه يكون المطعم مرخص مصرح، الموظفين فيه له يعني موظفين كويسين صحيا، وبيبان سبحان الله فعلا. يبان الواحد بيحس انه هذا المطعم كويس، هذا المطعم كويس. نعم. أما مستمعين الكرام، أذكركم أن موضوع حلقتنا اليوم عن الصحة في الصيف. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تشاركون معنا، عندكم أيضا مشكلة صحية، عندكم مشكلة في حتى لو في الوزن، سمنة، نحافة، أي سؤال اليوم لطفون حلقة هذه الحلقة أو لطفون هذه الساعة، اللي حابين تشاركون معايا عبر الاسمس على 84-7700 لكل مشتركين الاستيسي، وأيضا مشتركي موبايل على 640-660 ومشتركي زين على 7-4-6-2-6-2. وبالنسبة أيضا للمداخلات المباشرة الهاتفية اللي حابين تشاركوا معايا، طبعا على الرقم المجاني على 02-61-61-100، وبالنسبة للهوت لاين على 7-005-7-4-9-9. رح يكون معاكم الدكتورة رويدة إدريس الحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة الغذائية، وأيضا الدكتور محمد إدريس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. فاصل ورح نرجع نواصل. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-11-00، الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 84-7700 موبايل 640-660 زين 74-6262.
وأذكركم أيضا أن موضوع حلقتنا لليوم عن الصحة في الصيف، ومعنا طبعا في الاستوديو اليوم الدكتورة رويدة إدريس الحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة الغذائية من عيادة الدكتور إدريس، وأيضا الدكتور محمد إدريس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. رح ناخذ أول مشاركة هاتفية معنا اليوم من محمد من الرياض. صباح الخير محمد. يا هلا بك، حياك الله، تفضل. الحمد لله تمام، انت شلونك يا محمد؟ وصباحك ان شاء الله. كيفكم ان شاء الله؟ الحمد لله تمام. محمد، قد صار لك؟ تحياتي لك. وتحياتي لك ايضا. قد صار لك تسمم غذائي ولا شيء لا قدر الله؟ شمي؟ قد صابك تسمم غذائي؟ لا الحمد لله بشيت. الحمد لله، لا ما شاء الله محافظ على صحتك يعني. لا بشيت الحمد لله، ان شاء الله ما يجينا ولا يجيكم ان شاء الله. امين يا رب الجميع وكل مستمعينا يا رب. شلونكم شو حيالكم؟ ها عشان خلصوا الحمد لله، بكرة بقى بكرة بس إن شاء الله. الله كريم، الله يا رب الجميع. تحياتي لك. وتحياتي لك أيضا. وجه نصيحة حبيت سمعيك على الدكتورة، دكتورة رويدة، دكتور محمد معنا اليوم معنا سمي. نعم سمي، يا هلا. حبيت أشكركم على الموضوع هذا. الله يسلمك يا محمد، أهلا وسهلا. نعم. هلا دكتور. الله يسلمك يا رب. نبغى توجهوا نصيحة للمسافرين. ما أنت جاي جدة في الصيف ولا لا؟ أهل الرياض غالبا في جدة في الصيف. أنا في الرياض. أنا أيوه، حتشرفنا إن شاء الله في الصيف؟ والله ما جدة ما أتوقع إذا أروحها. لا إن شاء الله نشوفك قريب إن شاء الله. وأشكرك أخت رويدة خاصة. العفو لك، الله يسلمك. دائما أتابعك على الله الراديو ما شاء الله. الله يخليك يا رب. نعم أخت أمينة. نعم سم، لك مواضيع برنامج في رمضان إن شاء الله بتكون معنا إن شاء الله. إيه لا أكيد رح أكون معاكم إن شاء الله، يمكن فترتين برمضان يعني، فترة في أيوة فترة في المساء يعني إذا أراد الله، يعني اليوم إذا يعني الإدارة خلاص أخذ فيها قرار يمكن احتمال مهم بعد أكون معاكم في المساء، ورح طبعا يتواجد طبابة يعني ألف في رمضان، طبابة رمضان رح تكون موضوعنا كلها يعني خاصة برمضان إن شاء الله. الله يوفقك أمين. يوفقك يا رب. مشكور، أنا سعيدة بسمع صوتك. رح ناخذ حاتم من مكة المكرمة. حاتم، السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخوي حاتم. ويعطيك ان شاء الله، تفضل. عندي مشكلة بس انا يعني ما اعاني من الحمد لله، لكن عندي يعني نحت بشكل غير طبيعي، يعني حاولت اني اتغذى ولا اخذ حبوب اللي يزيد السمنة لكن نفس الطريقة ما صارت معي ولا فادت. طب سويت تحاليل؟ اي سويت تحاليل. وكلها تمام، الغدة تمام، السكر تمام، كل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. طيب وراء العيلة كيف عندك؟ فيهم نحافة برضو؟ لا لا بس أنا الوحيد اللي طالع. أنت كم عمرك يا حاتم؟ ألو؟ كم عمرك يا حاتم معلش؟ عمري 20 سنة. 20 سنة، طب هذه مشكلة بدأت معك وأنت صغير ولا دحين؟ إيه من يوم أنا صغير، من يوم أنا صغير. لا أنت عصبي؟ والله يعني حار بعض الأحيان. أوكي، لأنه العصبية برضو بتخلي الواحد يكون ساعات يعني وزنه أيوة. بس شوف حاتم، حاتم ممكن تاخذ من الصيدلية في بعض المنتجات لزيادة الوزن، ممكن تاخذها مع حليب كامل الدسم أو زبادي، يعني تعمل لها زي السموذي كده، تحط معها كمان آيس كريم وتحط معها فراولة، مانجا، الفاكهة اللي أنت تحبها، وتخلطها بالخلاط وتشربها بين الوجبات مرتين في اليوم. حلو حلو. نعم. كمان حاتم يعني ممكن تحت الهواء أقول لك بعض المنتجات الكويسة. حلو، اتفضل دكتور. كمان أنا أنصح حاتم يعني إذا كانت التحاليل حقته سليمة وكذا يتأكد من عيادات الجهاز الهضمي، أحيان تكون فيه أمراض ما تكون تحاليله سليمة، لكن المشكلة عنده أيوة ممكن يكون المشكلة عنده أنه بيتغذى والتغذية حقته كويسة لكن امتصاص الغذاء حقه ما هو كويس. فيتأكد هل الفانكشن حقة المعدة والامتصاص حقه سليم ولا لا. نعم يلا شكرا أخوي حاتم. رح ناخذ أبو كرم من جدة. أبو كرم أهلين. يا هلا بك، صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، تفضل أبوك. على الدكتور ويدا، الدكتور محمد صباح الخير. يا أهلا بك، صباح النور. أنا عندي طفل عمره سنة. لو الحين ثلاث أيام تقريبا استفراغ وإسهال. وديته ثلاث مستشفيات بيعطوني بيعطوني للإسهال محلول جفاف. محلول جفاف انا اخذته. اي نعم. أيوة. يعني متواصع المحلول، انا دائما اخذ المحلول. طب هو بيرضع رضاعه طبيعيه ولا صناعيه؟ لا صناعي بيرضع. صناعي دكتور. ايوه بس قبل اجي الموضوع هذا. أيوة. يمكن انا غيرت الحليب عشان كذا انا كنت ابغى اسال هل غيرت حليب ولا برضه في الظاهر في 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 ضرس طالع له لانه بعرف هذا دكتوره بيحاول يعض اي شيء. انا قلت يمكن سبحان الله
تكون أسنان هي اللي سببت له. وبرضو لا تنسى أنه الفترة الأخيرة عانينا كثير من مشكلة تلوث حليب الأطفال وألبان الأطفال، فياريت تتأكد وتأخذ المنتج اللي أنت عمال بتديله هو، إما أنك توقف له الحليب لفترة، دحين هو عمره سنة فأكيد بيأكل أغذية تانية. نعم بس الدكتورة لسه يعني أي شيء بيأكله بيطلع سواء أنه بيستفرغ أو بكرامة إسهال يعني. نعم. طيب وأخذته عند الدكتور يعني؟ وديته ثلاث دكاترة. طيب والله نحن نبغى أول شيء نتأكد إنه ما يدخل في مرحلة الجفاف، لأنه في هذا العمر معرضين بسرعة للجفاف، والجفاف يأثر على نموهم يأثر على الأشياء هذه. فيحتاج أول شيء توديه مستشفى يسوي له التحاليل والفحوصات، يحطون على محلول عشان الاستفراغ والإسهال هذا بينقص السوائل في الجسم. يتأكدوا إيش السبب حقه، إن كان من الحليب، من الأشياء اللي بياخدها من هذا، وهذا يعني يوقفوا الحليب. أيوة كمان بما إنه بيستفرغ وكذا، إذا استمر الاستفراغ ما أظن من الحليب صراحة. يعني أنه الحليب يوقف تماما؟ مو يوقف تماما لا حاليا يعني، بس أيوة. أيوة أيوة ما في مشكلة لو لأنه هو دحين عمره سنة فأكيد بيأكل أغذية أخرى، حاول إنك تعوده. فالحليب النوعية اللي أنت بتديله هي وقفها، ممكن ترجع الحليب اللي كان بياخده. نعم. بعدين احيانا بالنسبة للأطفال يعني في يعني اذا كان هو انت بتقول 3 أيام مستمر الاستفراغ، اذا وقفنا السبب ما حيرجع الطفل لطبيعته فجأة كده على طول. هذا هو دكتور انا شاغلني بس عارف، لانه يعني جسمه تعود والله انه 3 أيام استفراغ استفراغ استفراغ، وقفنا السبب حيقعد بعدها فترة على بال يرجع للحالة الطبيعية حقته قبل فترة المرض هذه، حياخد وقت. نعم شكرا يا ابو كرم، ما يشوف شر ان شاء الله يا رب. راح ابدا اخذ المسجات. اختي امينه مع كل تقدير، اولا اخبار المناظره ان شاء الله قريبه اخوي ابو يوسف. ثاني شيء سؤالي، هل الامساك ل3 أيام يسبب التسمم، ومدى الخطوره من استخدام الملينات باستمرار؟ ثالثا التسمم الغذائي تكثر في المطاعم الراقيه بيقول. طيب احنا حنخلي حكايه المطاعم تكلمنا عنها، هل الامساك ل3 أيام بيسبب تسمم للشخص؟ ما هو شرط، حسب حسب الشخص. ايوه يعني ممكن طبيعه، في ناس طبيعتهم الله يدخل على كلمك الحمام مرتين مره كل يومين مثلا، حسب الغذاء اللي هو بياخده. التسمم بالنسبة للإمساك ما يصير إلا إذا كان برضو زي ما قلنا دخل في مرحلة الجفاف، وكان في مشكلة تانية، وكان في مشكلة إنه هذا مثلا صار عنده يعني احتقان للبراز في الأمعاء ولا حاجة زي كده، لكن هذا الشيء نادرا ما بيصير بسبب الإمساك. بس عارفة أمينة بالنسبة للمواد يعني الملينات والأشياء هذه، أنا شخصيا ضدها، أو ضد أي حاجة ممكن إنها تكون هي بديل للتحفيز الطبيعي اللي في الجسم. يعني زي بعض الأطباء اللي بيوصفوا أدوية لتنظيم البنكرياس، أنا أيضا أنت عارفة إني ضد الحاجات هذه لأنها حتكسر البنكرياس عشان يفرز الإنسولين، فبعد بفترة حتلاقي إنه البنكرياس صار كسلان والإنسان أصيب بالسكر وهو ما عنده ذنب. نفس الشيء بالنسبة للملينات، بيتعود الجسم على محفزات خارجية فبتكسل الأمعاء على إنها تشتغل، بما إنه زي ما يقول مثل اللي عنده عش ليش يزفر إيديه يعني. فبما إنه عمال بتجيبولي حاجة وأنا قاعدة صحيح، فهتلاقيها يعني بعد فترة كسلت وما عاد تشتغل الأمعاء. وأحسن من المليئات اللي هو الهاي فايبر دايت، إنه ياخدوا على الصبح، ياخدوا النخالة مثلا في الصبح اللي بيعاني ياخد ملعقة نخالة في الصبح مع كاسة موية، أو ياخد حبة موزة مع كاسة موية، بس مو تاني يوم يتوقع إنه حيتغير، لا لأنه الجسم بياخد وقت على ما يبدأ. رح ناخذ أيضا عبد الإله من جدة. عبد الإله ألو طيب رأى فقدنا اتصال مع عبد الله. أذكركم مستمعين الكرام أن موضوع حلقتنا اليوم عن الصحة في الصيف، فإذا كان عندكم أي مشكلة، عندكم أي سؤال أو أي استفسار حابين تتشاركوا معنا بطرحها على الدكتورة رويدة إدريس الحاصلة على الدكتوراه في الفلسفة الغذائية، وأيضا على الدكتور محمد إدريس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، عبر SMS 84770 لمشتركين الSTC و640660 لمشتركي موبايلي، وأيضا بالنسبة للمشتركين زين على 7462 والتواصل المباشر المجاني معنا رح يكون على الرقم 02-61-61-100، وبالنسبة للهوت لاين اللي طبعا لهم الأولويات في المداخلات والمشاركة معنا رح تكونون على 7-005-7499. رح نأخذ مشاركة جديدة معنا. عبد الإله من جدة. عبد الإله هلا. نعم يا هلا بك أخوي عبد الإله، تفضل. أسم تفضل حضرتك على الهواء. أسم هلا والله هلا بك.
سم الله عدوك. عندي ملاحظة زي الأخت اللي قالت أنها لقت هذا الموس وماموس والله حتى أنا لقيت، كنت سافرت للشرقية وخدت لي سندويتشة ولقيت في داخل السندويتشة قطعة ليفة حقت الحديد. أيوة ليفة حقت الحديد ويوم أني غادرت، أنا كنت مسافر، يوم أني ركبت السيارة وبديت العدة الأولى ولقيت الليفة وشوف عبد الإله فايت السندويتش وحشت ورحت شو اسوي. طب ايش سويت عبد الإله؟ اشتكيت زيي وعبروك ولا ما عبروك؟ والله اني ما شكيت ولا شيء، لان المشكله رب العالمين اشتكي رب العالمين. بس والله مهم الشكوى اقل عشان يعني تبرئ ذمتك، يعني زي حاجة زي كده ساندويتش غالبا الأطفال هم اللي بيتعرضوا له. يعني أنا لما طلع الموس حمت ربي إنه مو طفل، لأنه كان للأسف ديرة صغيرة وما فيها مطعم يعني اللي يصلح الوجبات السريعة هذه اللي همبرجر وما الهمبرجر إلا هذا. يلا. علشان كده الأخ محمد كان بيسألنا على نصيحة على السفر، فبنقول له إنه ما نأكل من المطاعم اللي على الطرق أبدا. السريع. نعم خذوا يعني معاكم عشان لا يطلع لهم ليفة. صراحة ليفة هذه عجيبة صراحة. شكرا لك يا ليلى. وعندي سؤال لو تكرمت يعني بشكل سريع للدكتورة استاذة، اللي مثلا كان سمك وانشبت في حلقة الشوكة حقت السمك لكن يحس كأنها فيه يوم يبلع يحس فيه الشوكة هذه موجودة، لكن بعد يوم انه يقول مثلا شخص او كذا او كذا يقول له لا هذا الشوكة لو قعدت ما تقدر تقعد انت، بس هذا يمكن جرح حقها. والله هذا الدكتور يجاوبك عليه، انا اصلا نعم. ما احب السمك ولا اكله علشان الشوكة اللي فيه. نعم. عبد الإله جدا سعدت بمشاركتك، شكرا لك. رح نجاوبك بس لان معنا على الهوت لاين فهد من الطايف. فهد السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا فهد. مساء الخير اختي امينه. مساء الانوار يا هلا بك. امسي على الدكتور محمد، على الدكتوره رويده. يا اهلا وسهلا فهد. هلا بالله يا اختي امينه، عندي نقطتين حابه اشارك فيها. النقطه الاولى، انا سمعت انه مجال التسمم في الخضار ممكن يكون اكثر من الماكولات الثانيه، هل المقوله هذه صحيحه؟ مزبوط، زي ما قلنا الطماطم والبطيخ والاشياء هذه كلها، الفراولة كلها تسممها يعني سريع لأنها سريعة الفساد، لأنه كمية الموية اللي فيها عالية، فعلشان كده بتفسد بسرعة خاصة في الصيف. نحن داخلين نحن هذه الفترة بالذات ننتبه، ولو أنه البطيخ في الصيف فظيع يعني نسبة الموية فيه عالية ويبرد على القلب يعني. لا بدأت اللي بزينا من الصيف. سؤالك الثاني فهد طيب راح اتصل مع فهد، راح ارجع للمسجات. عبود من ابها بيقول المشكله عندي يكون الوزن ما ينقص بسرعه، يعني في 10 ايام بيقول نصف كيلو، في 10 ايام نصف كيلو، ما عنده اي كيلو. مشاكل صحيه ما ذكر اي حاجه. طيب بما انه هو راسل رساله يا ريت يقول لنا هل عنده مشاكل صحيه، هل عمل تحاليل؟ لانه ساعات في اجسام بتكون عملت رجيمات انواع مره كثير، وهذه احدى الاشياء اللي بتسبب بطء في نزول الوزن أو عدم نزول الوزن، ولكن لا تطالعوا في الميزان، طالعوا في لبسكم وقياساتكم. نعم. الميزان ما هو مهم. طيب رح ناخذ أحمد من الباحة. أحمد ألو. أيوه صباح الخير، هلا بك أخوي أحمد تفضل. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. على الهواء الحين؟ أنت على الهواء، يلا مشاركتك يا أحمد. نعم يلا تفضل. بغيت أكلم الدكتور لو سمحتي. تفضل أنت على الهواء، بنسمعك إحنا. حبيت أستفسر كيف التخلص من الكرش في أسرع وقت. أسرع وقت تبي؟ طيب ابشر. أسرع شيء. إيش عريس ولا شيء ولا إيه؟ عريس. قلت كده برضو. طيب شكرا لك يا أحمد، اسمعنا عبر الراديو. تفضل يا دكتور هيدا. أحاول بما أنك عريس الفترة الجاية ما تأكل أي معجنات، تبعد عن النشويات بقدر الإمكان، تأخذ لبن زبادي في الليل قبل لا تنام، يكون عشاك زبادي قليل الدسم، لأنه منزوع الدسم ممكن يسبب تساقط الشعر وانت عريس، فما نبغى الشيء هذا. الرياضة حاول انك تعمل رياضات البطن، وممكن انك تدخل على النت وتطلع ايش الحركات الرياضية اللي تسويها اذا انت ما انت حابب انك تروح نادي. الحل الثاني اخر الزواج اللي انت ما
عشان لا تروحوا بسرعة يعني. وأشرب موية قدر الإمكان، الموية بتساعد على حرق الدهون بشكل عالي يعني. حلو. طيب رح ناخذ أيضا معنا أبو عمر من مكة. أبو عمر أيوه تفضل أخوي، تفضل حياك. نعم صوتك بعيد. تفضل حضرتك على الهواء يا أبو عمر. طيب تفضل سؤالك مشاركتك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مشاركتك يا أبو عمر. طيب شكرا لك يا أبو عمر. أذكركم مستمعين الكرام أن موضوع حلقتنا اليوم عن الصحة في الصيف، اللي حابين تشاركون معنا بطرح أي سؤال أو أي استفسار عبر الاسم اس 84770 لمشتركين الاس تي سي، أيضا مشتركين موبايل على 640660 ومشتركي زين على 7462622، وللتواصل المباشر المجاني معنا رح يكون طبعا على 02616161100، وبالنسبة للهوت لاين على 7005-74999. معنا هبة، معنا مشاركة من هبة من مكة المكرمة. هبة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا هبة، تفضل يا حبيبتي. حياك الله، أشكرك على البرنامج الصحي. الله يسعدك. الناس صراحة كثير، وأنا بستفسر من شيء. أنا جسمي يعني صغير في نوع كثير، ودائما يقولوا لي خذي أشياء يعني والأشياء كده يعني كيميائية، بس أنا صراحة عني من نفسي أنا أخاف. فأنت تنصح الواحد إنه يأخذ ذي الأشياء ولا لا؟ والفيتامينات اللي تكون معلبة بالكيم حبوب، تنصح الواحد يأخذه ولا تكون مضرة؟ ما فهمت السؤال، أنت إيش عندك مشكلة؟ نعم؟ إيش المشكلة؟ أنا عاني من النحف وقصر قصمة، وإني جسمي وحي. طيب أوكي. برضو طيب. نفس الحاجة أبغى أسألك، أنت وراثة هذا الشيء عندك؟ لا مو وراثة. ما هو وراثة؟ عندك أي مشاكل صحية؟ عملتي تحاليل؟ عملتي كل شيء وطلع ما فيك ولا شيء؟ لا ما أشتكي من شيء. نفسك يعني أنه دهنا أراضي في الشفة أنه الدور عندي ما تنزل. إذا أنت عندك مشكلة يعني أكيد. في مشكلة عندك بالنسبة بما إن في غالبا في الغدة، يا ريت يعني إنه تعملي تحاليل للغدة، لأنه عدم نزول الدورة والوزن كله ممكن يكون عندك مشكلة في الغدة. وممكن نتواصل تحت الهواء إن شاء الله. مصطفى معنا، مصطفى من جدة. مصطفى ألو طيب رح المداخلة مع مصطفى، رح أخذ أرجع المسجات. سعود الدوسري، صباح الخير وأشكركم على موضوع الحلقة المميزة، وعندي نقطة مهمة وهي أنكم تطرقتم إلى الشهادة الصحية أنها مطلب أساس لكل عامل، ولكن وبكل أسف أن في عمال مهنيين ويطلع لهم شهادات صحية من دون الذهاب إلى المستشفى، وذلك عن طريق مكاتب الخدمات العامة. يليت تتأكدون بأنفسكم، أشكركم مرة ثانية. مظبوط صحيح. أنا شفت مستشفيات بيطلعوا هذه التحاليل الصحية للأسف بطرق يعني للأسف. يا ريت إنه بس نفكر إنه صحة الناس ما هي يعني ما يترشى فيها. أكيد يعني كل إنسان محاسب. وصراحة يعني الدولة حطت أرقام خاصة إذا كان عرفنا عن أي طريقة أي أسلوب فساد أو رشاوي أو أي شيء إننا نبلغ، فلازم يكون عندنا الجرأة إننا نبلغ، ما يأخذ الروح إلا خالقها. فياريت نبلغ على أي حاجة إحنا نعرف إنه غير قانونية نبلغ عنها. نعم. معنا أيضا مشاركة الدكتور العقيد ماجد السلمي من مكة المكرمة. دكتور أيوة. تفضل دكتور ماجد. ماني سامعك. ما لأنك قاعد تسمع من الراديو، لو تكرمت توطي على صوت الراديو تسمعنا من الموبايل. طيب ما عندك. تفضل طالبك. تفضل. طيب دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير للجميع إن شاء الله. هلا بك. يا هلا، صباح النور. أنا طبعا دكتور لي في المجال هذا تقريبا 30 سنة، دكتور باطنية ما شاء الله، وزارة الداخلية ما شاء الله. إذا إحنا اللي نسألك اليوم. حبيت أبين نقطة يعني. أول شيء طبعا الميكروبات اللي تنتشرها عن طريق الهواء هذه من أعظم الوسائل اللي توصل للتسمم طبعا. طبعا ولكن يعني سبحان الله الليمون الأصفر
مو البنزهير اللي مو نصر الكبير كبير. نعم طبعا هذا سبحان الله مضاد حيوي طبعا انتي اوكسيدنت مضاد حيوي. النقطه اللي اهم من كذا ان التسمم طبعا الموضوع حقتكم التسمم ولا لا؟ ايوه مضبوط. التسمم في المواد الغذائيه الميكروبات اللي تنتقل عن طريق الهواء يعني اقوى في انتشارها من المواد المعلبه والمواد الحافظه. فإذا أخذنا احتياطا لهذه المخربات الامتناع عن الغبار طبعا الحوقات كذلك يعني الابتعاد عن الحر الشديد والسمك هذه سبحان الله يعني شيء مساعد على الابتعاد هذا الشيء. نعم شكرا لك دكتور. حبيت يعني أبين للأستاذ المستمعين الليمون يعني شيء طيب. صحيح. شكرا لك. شكرا لك كل المعلومة. نعم. شكرا لك. أنا سعيد جدا بمشاركتك دكتور ماجد. طيب رح نرجع ناخذ مسجات أيضا. أبو أحمد خالد من المدينة المنورة يقول طابت أوقاتك أختي أمينة وشكرا وطابت أوقاتك إن شاء الله بعد يا أبو أحمد. يقول أحب الشيء أشيد بالهيئة الملكية بينبع لأنها تطبق الشروط الصحية بشدة وأغلقت عدة مطاعم مشهورة وقوي وعوقبت بالتشهير اللي ما عمري شفتها قبل كذا للأسف يعني. برافو. ما هو التشهير هذا يعني نوع أو سلاح إن المطاعم يعني أيضا تحرص على طبعا سلامة الأغذية اللي بتقدمها. طيب أيضا صباح الخير بخصوص المكملات الغذائية فيتامين بي هل الاستمرار بأخذه مضر وهل من مكملات غذائية للتقليل الشعر الأبيض؟ والله يا ليت سخني. طب ليش عيرتني بالشيب وهو وقار ويا ليت عيرتني بما هو عار. وبعدين الشيب الأبيض الشعر الأبيض بيذكرنا إنه إحنا عمال بنكبر وإحنا لما عمال بنكبر هذا الكبر نضج فعلا وإنه الأشياء بتزيد قيمتها بعمرها يعني مستحيل تشتري حاجة معمولة دحين زي ما تشتريها لما بعد 150 سنة فتكون أنتيك. أكيد. فأكيد لازم تحب كل شعرة بيضة إنها بتذكرك ممكن تصبغ يعني هي مشكلة. بالإضافة بيسأل على فيتامين بي بس ما أعرف هو ليش بياخده أصلا فيتامين بي هل عنده نقص في الفيتامين بي ولا لسبب مرضي ولا حاجة. فيتامين بي أحسن حاجة إذا كان بسبب مرضي ولا الأعصاب ولا حاجة يكون بياخده باستمرار. هو مصاب سكر كمان فإذا كان مصاب سكر فلازم ياخده عشان يكون عندهم حاجة في الأعصاب الطرفية غالبا فيتامين بي يكون عندهم ناقص. نعم. فيستمر عليه أفضل إذا كان بياخده بس كده كمكمل كوقاية كهادي أفضل ياخده الفترة ولا بفترات متقطعة من فترة لفترة. وياريت يا أمينة ما ياخدوا فيتامينات من رأسهم. فاكرة لما عملنا حلقة عن التسمم الفيتاميني؟ صحيح. فياريت يعني أنه الأدوية تتخذ باستشارة الطبيب وتترك باستشارة الطبيب يعني لا نكون طبيب نفسنا في الأدوية بليز. صحيح. يعني نعم. ناخذ أيضا معنا مصطفى من جدة. مصطفى كيف حالك أخت أمينة؟ يا هلا بك أخي مصطفى حياك الله. تفضل. الله يسعد أيامك أخت أمينة. بس كيف حالك؟ أكلم الدكاترة الله يخليك. تفضل. كيف حالك دكتور محمد؟ تفضل. هلا مصطفى أهلين. دكتور محمد الله يخليك. أنا عندي طفلة 6 أشهر عمرها ترضع رضاعة طبيعية لحد الآن. المشكلة أنه هي ما بتقبل أي شيء ثاني غير حليب أمها. كل دكتور أطفال نروح له قدامه بروشورات معينة لحليب أطفال معين دائما ينصحنا به يعني فقط نوع واحد. جربت حوالي 6 أنواع الطفل ما بتقبلها نهائيا. المشكلة انه حليب الام الان في عمر 6 شهور ما بيكفيها الان. تمام. هو نحن يعني ريكومندد انه من 5 شهور الى 6 شهور تبدأ تدخل لها اغذية اخرى تبدأ بنوع واحد اضافة لحليب الام. تبدأ كل اسبوع الى اسبوعين العشر ايام تدخل لها نوع غذاء تاني جديد لأنه بعد فترة حيصير الطفل خلاص يعتمد على غذائه الخاص ويستغني عن حليب أمه وحيصير ما هو كافي خاصة الأجسام المضادة اللي تكون المناعة لجسم الطفل حتبدأ أنه تحتاج أشياء مكملة أخرى ما هي موجودة في, في جربنا دكتور أعطيناها سريلاك الخاص بالأربعة أشهر برضو ما قبلته يا دكتور. طب ما جربت أكل عادي يعني مثلا عادي. تسلق لها رز تسلق تديها تفاحة تديها كوسة بسيطة العصيرات نفسها دكتورة رويدة إذا كان مثلا عصير برتقال طازج شيء بسيط أو ممكن برضو ما يعني لا بعد عن يعني البرتقال شوية دحين بعد عن الأشياء الحامضة حاول إنك تديها زي التفاحة يعني أقطع التفاحة بالنص وجيب الملعقة كده وحك التفاح الملعقة في التفاحة وأدي لها السائل اللي يطلع منها أو
الكمثرى الأشياء اللي طعمها حلو. بالإضافة الرأي الأول والأخير للطفل وتقبل جسمه لنوع الحليب بالزبط. مو للإسم الشركة أو المنتج للحليب أو بالزبط. اللي بيقترحها عليك الدكتور. وبالنسبة للحليب الحليب الأطفال تقدر أوصل للحليب المناسب بالتجربة. ايوه ما في غير ان هي انت تديها الحليب وتجرب وربنا يعينك يعني. واجمالا غذاء الام ما زال ممكن في اطفال كثير بيعتمدوا على غذاء على حليب الام فتره السنتين. فلو الام تحاول انها تكثر من البقدونس تكثر من الخضروات لا حلوة حنية لا هذه حق جدتي وجدتك ما تنفع هي الخضروات الورقية تحاول انها هي تزود الحلبة الخضراء الأشياء هذه بحيث أنها زود نسبة الحليب عندها يكون أفضل في الفترة دي لغاية لما الطفلة تبدأ تتعود شوي شوي. بعدين كمان الطفل في عمر 6 شهور يعني لسه ما يعرف يقول أو أنه مثلا هذا أبغى هذا لا. فأفضل طريقة أنا نعرف هل هذا يمشي معه ولا لا هو بالتجربة. أيوة عنده إسهال أيوة أخذ هذا هل تقبله هل جاته ويريك ما نضيف له أي مضافات لا حليب لا سكر ولا شوكولاتة ولا أي شيء يكون حليب طبيعي يعني. نعم طيب نحاول نجاوب على المسجات اللي معناها بشكل سريع جدا. بيقول فيصل من جدة يقول عندي طفل عمره 7 سنوات وزنه 13 كيلو أكله ضعيف إيش الحل؟ تقريبا نفس النشاطة طبيعي بيقول بس جدا نحيف نفس الكلام. احنا زي ما قلنا أول شيء يحتاج أنه تراجع الطبيب يشوف هل نموها طبيعي لعمرها للقياسات حقتها هل هي طبيعية ولا لا. بعدين زي ما قلنا في أمراض محيط الرأس محيط القياسات حقت الجسم جمالا هل هي مناسبة للعمر والسن وإنها بنت غير الولد فتفرق. لأنهم يفكروا أنه بس الوزن أنت علشان تعرف أنه مو طبيعي أو مو طبيعي بالنسبة للأطفال محيط الرأس جدا مهم. فيعني اغلب الاطفال اللي بيجوا في هذه المشكله بيكون عندهم مشاكل في امتصاص الغذاء بيكون اكلهم طبيعي وكل حاجه طبيعيه بس والله انه ما بيكبر ما هاد طبيعي ما يكبر لانه ما بيمتص الاكل ما بيمتص الاكل اللي هو بياخده ما بيستفيد منه. نعم. كمان ممكن المشاكل النفسيه العامه النفسيه تاثر برضه الجو اكيد الطفل الثاني هو اتوقع حسنا. طيب ايضا المسجات 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 ايضا في مسج احد الاخوان يقول انا بعاني من القشره بعاني من القشرة في الشعر لها أكثر من سنة ما في دواء أبو ديالة من مكة هذا لازم نشوف له خبيرة أعشاب طبيعية علشان تقول له طيب أيضا أنا أقترح أن تقفل أي مطاعم يشتغل فيها أي عمالة جنسيتها كاتب يعني بنغالية أو هنود لأن أغلب التسممات منهم لعدم نظافاتهم بندر زاكور من المدينة المنورة طبعا حتقفل كل المطاعم يا أمينة طبعا هو بيعتبر بيرجع على صاحب المطعم أساسا أصلا أنت بتشوف الأول. المطعم حتى المطعم اللي بيكون واو يعني بيكون الطباخ قد يكون جنسية أخرى من الجنسيات اللي تبهرنا لكن اللي بيكونوا فعلا بيعدوا الطعام أأكد لك 100% ومن خبرة خاصة إنهم كلهم من الجنسيات اللي أحترمها أشد الاحترام لأنه لا ليس لنا غنى عنهم يكفي إنهم عمال نظفوا لنا البلد وهذه يشكروا عليها طبعا لو في عز الشمس وفي عز الحر بعد يا ريت أحد يعني فينا يحاول يوقف وقفتهم هذه وجنبك ما نقدر ما يعني. نقدر بكل صراحة. طيب هل زيت كبد الحوت بيعتبر بخصوص حبوب زيت الحوت هل استخدامه مكمل غذائي باستمرار وهل يعني تناوله باستمرار مضر؟ فهد من جدة يا ريت ما نتناولها يا دكتور صح بدون ما يكون عندنا سبب انه نتناولها. هل عملنا تحاليل ولقينا انه احنا محتاجين الفيتامينات او المضادات الاكسده او الاوميجا 3 اللي موجود في زيت الحوت يا ريت ما نفتي نروح الدكتور نعمل تحاليل بالضبط. لا ناخذ شيء الا نحن عارفين ليش بناخده وكم حناخده ليش حناخده بالضبط هل في تحسن اذا اخذناه هل في ضرر. اما مثلا هذه والله انا اخذت واستفدت خذ جرب لا ما هذا انا ما انصح فيه. نعم ايضا كل اللي بيسالون عن طبعا كيفيه التواصل مع الدكتور محمد ادريس والدكتور رويدة ادريس انا راح اترك طبعا في الكنترول رقم التواصل معاهم اللي حابين يطرحون مشكلتهم معاهم بشكل خاص. عموما للاسف الوقت دهمنا جدا شكرا تواجدك معايا اليوم شكرا تواجدك معايا دكتورة رويدة شكرا دكتورة الله يسلمك. انا بس معلش بدي ارسل بشكل سريع خلص الوقت خلص خلص انا بس ارسل شكر للدكتور نعمان احمد في التخصصي هو غطاني عشان اجي هنا شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور نعمان. عموما مستمعينا الكرام كان موضوع حلقتنا اليوم عن الصحه في الصيف وحول هذا الموضوع كان معايا الدكتورة رويدة ادريس الحاصله على الدكتوراه في الفلسفه الغذائيه من عياده الدكتور ادريس ايضا الدكتور محمد ادريس ما شاء الله
كلكم عيال ادريس من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. اشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم طبعا عبر الاس ام اس وايضا عبر مداخلاتكم الهاتفيه. اشكر من خلف الكنترول زميلتي الدائمه معي ابتسام عزام. راح ان شاء الله جدة تواصلي معكم بمشيئه الله تعالى غدا. الى ذلك الوقت اتمنى لكم بقيه نهار ممتع وسعيد.